موجز التاسعة صباحا من الإخبارية الجزائرية، أهلا بكم. بداية هنأ رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون عناصر المنتخب الوطني لأقل من 20 سنة بعد تأهلهم سهرة أمس لنهائي كأس العرب في تغريدة له عبر تويتر جاء فيها: عشية عيد الاستقلال، ها هي النخبة الوطنية الشابة الصاعدة لأقل من 20 سنة تقدم للشعب الجزائري إنجازا كرويا باهرا بتأهلها لنهائي كأس العرب، برافو وكل التوفيق في النهائي بحول الله. هذا وتأهل المنتخب الجزائري لكرة القدم لأقل من 20 سنة إلى نهائي الكأس العربية للأمم للفئة المقامة بالقاهرة بعد فوزه أمام أمس بالنتيجة والأداء على نظيره التونسي بهدفين دون رد. هدفا المباراة سجلهما اللاعب محمد رفيق عمر في الدقيقتين 68 و77، وبذلك سيواجه أشبال المدرب الوطني محمد لاسات في المباراة النهائية الثلاثاء المقبل المنتخب السعودي بملعب القاهرة الدولي. كل التوفيق لمنتخبنا الوطني والفوز بكأس العرب بإذن الله. عشية الاحتفال بالذكرى المزدوجة 59 لعيدي الاستقلال والشباب، وفي إطار العناية الخاصة التي توليها السلطات العليا للبلاد لإتمام برنامج توزيع السكنات عبر الوطن، تشرع اليوم وزارة السكن والعمران والمدينة في توزيع نحو 100,000 وحدة سكنية بمختلف الصياغ، وهذا عبر 53 ولاية من أصل 58. في الشأن التربوي، يعلم الديوان الوطني للامتحانات والمسابقات أن الإعلان نتائج امتحانات شهادة التعليم المتوسط يكون اليوم اعتبارا من الساعة 4 مساء على الموقعين الإلكترونيين الظاهرين أمامكم للديوان الوطني للامتحانات والمسابقات والفضاء المخصص للأولياء. كما سيتم إعلان النتائج عبر إشهار قوائم التلاميذ الناجحين في اليوم و التوقيت ذاته على مستوى كافة المؤسسات التعليمية التي جرت بها الامتحانات. في الشأن الصحي وبخصوص الوضعية الوبائية بالجزائر، سجلت 457 إصابة جديدة بفيروس كورونا وعشر وفيات، فيما تمثل للشفاء 330 مريضا خلال 24 ساعة الماضية، وهذا حسب بيان لوزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات. وفي أحوال الطقس، أفادت نشرية خاصة للديوان الوطني للأرصاد الجوية أن درجات الحرارة ستتراوح ما بين 44 و48 درجة محليا على ولايات الشرق وجنوب شرق الوطن، وذلك ابتداء من منتصف نهار أمس وإلى غاية 9 مساء من نهار اليوم. والولايات المعنية هي المسيلة، غرب باتنا وباريكا. كما ستشهد ولايات ورقلة تكورت المغير والوادي خلال الفترة نفسها موجة حر تتجاوز 48 درجة محليا. دوليا، وفي الشأن الصحراوي، أكد ممثل جبهة البوليزاريو لدى الأمم المتحدة محمد سيدي عمار أن المغرب هو من يعرقل تعيين مبعوث شخصي للأمين العام للأمم المتحدة للصحراء الغربية. وبدورها دعت رئيسة الهيئة الصحراوية لمناهضة الاحتلال المغربي أمينات حيدر، دعت الأمم المتحدة إلى تحمل مسؤوليتها في تصفية الاستعمار من الصحراء الغربية وضمان تمتع الشعب الصحراوي بحقه غير القابل للتصرف في تقرير المصير. وعلى الصعيد الميداني، نفذت وحدات جيش التحرير الشعبي الصحراوي هجمات جديدة ومركزة استهدفت مواقع تخندقية قوات الاحتلال المغربية في نقاط متفرقة من الجدار الرملية، وهذا حسب البيان العسكري رقم 234 الصادر عن وزارة الدفاع الوطني الصحراوي.
في المشهد الفلسطيني شن الطيران الحربي الإسرائيلي غارتين جويتين على قطاع غزة، حيث استهدفت الغارة الأولى جنوب المدينة والثانية أرض زراعية في منطقة السودانية شمال غزة، مخلفة أضرارا مادية دون وقوع إصابات. هذا وتعتبر المرة الرابعة التي يشن فيها الطيران الحربي الصهيوني غارات على قطاع غزة منذ إعلان اتفاق وقف إطلاق النار شهر مايو الماضية. وعن موضوع كورونا عبر العالم، سجلت روسيا لليوم الخامس على التوالي رقما قياسيا جديدا من حيث عدد الوفيات جراء تفشي الفيروس المتحور دلتا، حيث تجاوز عدد الوفيات خلال 24 ساعة الماضية 690 حالة وفاة، فيما فاق عدد الإصابات أكثر من 24 ألف حالة إصابة جديدة. من جهتها عمدت إندونيسيا إلى نشر أكثر من 50,000 شرطي وجندي للسهر على تطبيق الإجراءات الوقائية الصارمة لمجابهة فيروس كورونا، بعد أن تضاعف عدد الإصابات 4 مرات في أقل من شهر بحصيلة قاربت 30,000 إصابة جديدة، وما يربو عن 500 وفاة خلال 24 ساعة الأخيرة. في الشأن الإثيوبي، أعرب الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش عن قلقه العميق إزاء الوضع في منطقة تيغراي شمال البلاد، وأوضح أنه من الضروري أن يكون هناك وقف حقيقي لإطلاق النار يمهد الطريق أمام حوار قادر على التوصل إلى حل سياسي للمنطقة. كما أكد غوتيريش على ضرورة ضمان الوصول الكامل للمساعدات الإنسانية إلى الإقليم، وقد أشارت تقارير إعلامية عن نفاذ الغذاء والوقوف في عاصمة منطقة تيغراي، حيث دخل 400,000 شخص في وضع مجاعة، وهناك ما يقرب عن 2,000,000 شخص على حافة السقوط في نفس الوضع، مما يتوجب تجديد الدعوات من أجل وصول المساعدات الإنسانية دون قيود. أخيرا، وفي الرياضة، تدرك اليوم بطولة الرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم جولتها 29 بإجراء لقاءات تعد بالإثارة والتنافس. وبرنامج مباريات هذه الجولة يكون على الشكل التالي: شباب قسنطينة، شباب الصورة، مولودية وهران، اتحاد الجزائر، أولمبي المدية، وفاق سطيف، نصر حسين داي، شبيبة سكيكدا، سريع غليزان، جمعية عين مليلة، نادي بارادو، جمعية شلف، اتحاد بالعباس، شباب الوزداد، أهلي برج بوراريج، اتحاد بسكرة، بلدية الجزائر، وداد تلمسان، وأخيرا شبيبة القبائل تواجه نجم مقرة. نهاية الموجز، ألقاكم على رأس الساعة بحول الله.